يعتبر البخور من الأشياء الأساسية في كل بيت يمني قديما وحديثا، فمنذ فجر التاريخ ارتبط البخور بالديانات القديمة، وما زال استخدامه شائعا حتى اليوم، خاصة في البيت العدني وبشكل يومي في كثير من البيوت، مشكلا علامة ثقافية لمدينة عدن، يكون دليلا على حسن الضيافة، كذلك في الأعراس ومختلف الاحتفالات. دائما نستخدم البخور، أي ضيوف يكون عندنا هنا يعني البخور يكون بالبيت دائما. وبسبب هذا الارتباط بين البخور وعدن يتساءل الكثيرون عن سر صناعته، ولكل امرأة من صانعات البخور طرقها وأسرارها الخاصة. العود دقيه وتخليه القارورة تجي تسكبي له عطر بهنده، تجي تسكبي له عطر من هذا، يعني ايش تخمر؟ معظم مكونات البخور متوفرة في الأسواق، لكن تختلف نسب المقادير المكونة لعجينة البخور كالعود وهو مادة نباتية، بالإضافة إلى المسك والعنبر والزعفران والعفص وغيرها من المكونات اللازمة لصناعته. لا يقتصر بيع البخور المحلي على المنازل، فكميات منه يتم توزيعها على المحلات التجارية. في 5000، في 6000، في 10000، في 15000، في 20000، في 30000، كل واحدة على قدره. 40-50. وهناك معامل تنافس النساء العدنيات في صناعة البخور بطبخات جاهزة. بالبخور تميزت البيوت اليمنية، خاصة البيت العدني، أصبح كوسيلة من وسائل استقبال الضيوف والترحيب بهم. تقريبا لا يوجد هناك أي بيت خالي من هذه المادة البخورية، لامتلاكها رائحة طيبة. أرزاق السروري، قناة بلقيس، عدن.